كرة القدم لعبة غريبة وصعبة وكلها تفاصيل، سنين من الشغل والتعب ممكن تضيع بسبب شوطة واحدة تروح سنتي يمين أو سنتي شمال. شوطة واحدة ممكن تغير مجرى التاريخ وتكتب تاريخ جديد، ممكن تحقق حلم وممكن تأجل حلم تاني، ممكن تبقى يوم معاك وتوريك أحلى فرحة، وممكن تبقى عليك وتوريك حزن ما يتوصفش، يبيض يسود، مفيش منطقة رمادية ترضي الكل. الأهلي كون في 2017 أقوى فريق له من ساعة ما كسب دوري أبطال إفريقيا آخر مرة. النتائج كانت مبهرة وكانت الأميرة بتقرب خطوة خطوة، بتهزم الترجي في رادس وبتسجل 6 أهداف في النجم الساحلي بمنتهى السهولة، بس لقطة النهاية كانت صعبة جداً. مجرد النظر لميدالية المركز الثاني بتديك شعور صعب إنك عديت كل ده وفي آخر محطة ما قدرتش تعدي. حاولنا تاني. في 2018 وصلنا النهائي وكنا على بعد 90 دقيقة بس من اللقب، بس غالباً قدمنا أسوأ 90 دقيقة في تاريخ الأهلي في دوري الأبطال، كابوس حقيقي في ملعب اتعودنا نكسب عليه. وقتها محدش كان يعرف إن الأسوأ لسه ما حصلش. بعدها بسنة كانت الصدمة، حسيت إن هيبت الأهلي الأفريقية انكسرت لأول مرة في تاريخه، أكبر هزيمة في تاريخ الفريق دمرت الحلم للسنة الثالثة على التوالي. المرة دي ما كانش فيها ميدالية تبص عليها تفكرك إنك لازم تبدأ تاني، المشهد كان كله حزن وإحباط وشك إن ملك القارة هيقدر يرجع لمعشوقته مرة تانية. في السنة الرابعة كان لازم الحلم يتحقق. الخسارة 5-0 من سان داونز كانت مؤلمة جداً لجمهور الأهلي، وكان لازم الفريق يرجع أقوى وأشرس ويسترجع هيبته اللي تهزت في 7 سنين ما قدرش يكسب فيهم بطولته المفضلة. ممكن جداً ما تصدقونيش، لكن منظر جمهور الأهلي وهو بيحيي لعيبة الفريق وبيطالبهم بالفوز بكل بطولة جاية اداني أمل إن ممكن الحلم يتحقق في المحاولة الجاية. حالة إيمان في أصعب مراحل الشك بتصنع القدرة على تحقيق شبه المستحيل. الحلم كان بيقرب خطوة بخطوة لحد نص النهائي، وفجأة ضرب الوباء العالم وتوقفت الكرة عند المحطة قبل الأخيرة. فيروس كورونا غير حاجات كتير. المدرب اللي ابتدى معانا المشوار فضل يكون في بلده، ولعيبة كتير قررت ان الأهلي مش مكانها وفضلت تكون في فرق تانية. كل ده والفريق قدامه أسابيع قليلة قبل نص النهائي. طول فترة توقف كورونا ما قدرتش أنسى وش بيتسو موسيماني وهو بيصور جمهور الأهلي وهو مبهور من الاستاد الممتلئ على آخره، وكلهم أمل في إنهم يثأروا من الفريق اللي كسرهم من أقل من سنة. وش فيه مشاعر فخر واحترام وتمني إنه يصنع تاريخ عمر ما مدرب إفريقي صنعه قبل كده. كان هنا وقت القرار الصعب، قرار مش هيغير تاريخ الكورة في مصر بس، لا، هيغير تاريخ الكورة في أفريقيا كلها. موسيماني قبل التحدي ونجح في أول تحدي له وسيطر على الوداد سواء في المغرب أو في القاهرة. وصلنا مرة تالتة للمحطة الأخيرة قبل ما تبتدي أطول 24 ساعة من الانتظار الصعب. مين هيكون منافس الأهلي في النهائي؟ بعد 24 ساعة اتحدد النهائي اللي ممكن محدش من مشجعي الفريقين اتمناه. كبار القارة في أكبر تحدي، الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ليلة واحدة نتيجتها هتغير شكل التاريخ، درب القرن. ليلة واحدة يبيض يحمر. زي ما قلت لكم، شوطة واحدة ممكن تغير مجرى التاريخ وتكتب تاريخ جديد. شوطة واحدة كتبت تاريخ جديد للنادي الأهلي وحسمت أهم نهائي في تاريخه، وسنين من التعب والشغل من اللعيبة والأجهزة الفنية اتكافئت بسيناريو محدش يحلم بيه. الأهلي بطل التسعة.